السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأوفياء ومتابعي قناة الدعم الدراسي. إذا دائما مع التصحيح ديال الجهوية ديال 2024 غنصحوا هذه المرة الامتحان ديال الفيزيك الخاص بجهات سوس ماسة إن شاء الله. إذا كان هو في المتناول الصراحة، إذا غنحاولوا نصحوا. غنخلي لكم يعني النموذج ديالو على المجموعة ديال التليجرام، راها في الرابط أسفل الفيديو. كنتمنى تكونوا توفقتوا فيه. إذا غنبداو بليكزيرسيس 1 الخاص بالميكانيك. Poids et masse de la balle de golf. Donc on accroche une balle de golf de masse M كتساوي 50 غرام à l'extrémité d'un dynamomètre. ها هي البال ملصقة في l'extrémité ديال واحد dynamomètre. مزيان. Complétez le tableau suivant. بالنسبة للغروندور شنو هو السيمبول ديال لونيتي انترناسيونال، شنو هو لو نون دو لاباري دو ميزور. بالنسبة لاماس بطبيعة الحال سيمبول الرمز ديال لونيتي انترناسيونال هو الكيلوغرام، ولاباري هي لا بالونس. لا بالانس. مزيان. بالنسبة لو بوا اذا بنيوتن لونيتي نيوتن، اذا دينامومتر لو دينامومتر. صافي هادي مسائل ساهلين. ريبوندر باغ فري او فو. لا ماس دان اوبجي فاري اون فونكسيون دو ليو، يعني ان الكتلة عندها يعني ديال واحد الجسم تتغير على حساب او لا تتعلق بالمكان. لا لا ماس الكتلة ديالك ما كتغير حتى حاجة اون فونكسيون ديال والو. لو بوا دان اوبجي فاري اون فونكسيون دو ليو بطبيعة الحال، لأن البوا عنده علاقة بشدة التقالة، وشدة التقالة كتغير من مكان لمكان. إذا هنا سي فغي لا ماس إي لو بوا سون دو غروندور إيدونتيك، أن الكتلة والوزن هما جوج ديال لي غروندور المقادير يعني متساوية أولا بحال بحال. إذا هنا سي فو لا ماس حاجة أو لو بوا حاجة. À partir de la figure 1, indiquez la valeur de l'intensité du poids de la balle du golf. قالك انطلاقا من هاد الفيغور هادي اعطيني لا فالور ديال لانتونسيتي دو بوا. اذا بي كتساوي راها انديكي تما 0.5 نيوتن. اذا واضحه تما غادي نهزو غادي نكتبوها. On déduire la valeur de l'intensité de pesanteur جي. حنا كنعرفو ام اولا كنعرفو القاعده بي كتساوي ام في جي. اذا اون سي كو P كتساوي M فوا G. alors G شنو كتساوي؟ كتساوي P ديفيزي باغ M. حنا P منين غادي نجي هذا ماشي حنا شنو بغينا؟ بغينا لا بوزونتور جي. إذا P راه هي هادي، هي نيت 0.5، لأن هاد البال هادي راها اون إيكيليبر. صافي إذا P راه كتساوي G لا فورس. صافي اذا البوا راه ماشي البوا كيساوي هذا اف، بي كيساوي اف يعني القوه المطبقه من الديناموميتر او لا من لو فيل هذا. اذا جي كتساوي بي اللي هي 0.5 اللي هي هذه قسمه شنو؟ قسمه 50. اذا شحال غادي تعطينا؟ غادي تعطينا 50 شنو تما بلاتي خصنا نشوفوا الوحده 50 غرام. لا هنايا ما خصنيش يكون عندي الغرام، خاص يكون عندي الكيلو غرام. اذا خصني نقسم على 0.05 ماشي 50 غرام، تما 0.05. اذا نردوا البال مع الوحدات غتعطيني 10 نيوتن باغ كيلو غرام، لان هذه بالنيوتن وهذه خصها تكون بالكيلو غرام. اذا نردوا البال الوحدات وصافي. كنتمنى يكون يخرج لكم الحساب هو هذا. اذا غندوزو لبارتي 2 في الميكانيك. Un joueur tape la balle de golf par un club de golf. ها هو شي واحد يعني ضرب هاد الكره ديال الجولف بهاد العصا ديال الجولف. كوشي بار اكس لا بون ريبونس او مومون دو لا تاب لا بال اي سوميز ا لاكسيون. اذا في الوقيته اللي غادي يضرب، اذا هاد الكره خاضعه واش لدو فورس تخوا فورس ولا اون سول فورس. اذا الكره خاضعه لدو فورس، الفورس الاولى هو ديال هاد العصا اللي غضربها، الفورس الثانيه ديال هاد سوبور هادي. اذا دو فورس. صافي ودائما خصكم تكونوا قريتوا يعني البارتي كلها بالاسئله ديالها، ما نبداش نجاوب بارتي يعني بسؤال بسؤال. غولي شاك اكسيون او افيرماسيون كي لوي كونفيان. ها هما ديرنا لاكسيون دو سوبور سور لا بال، ودينا لاكسيون دو كلوب دو غولف سور لا بال. اذا جوج ديال لي زاكسيون هما اللي خصنا نكوشيو تما. اذا لاكسيون دو سوبور سور لا بال وقلنا لاكسيون اي تون اكسيون دو كونتاكت. شكون هي لي اكسيون دو كونتاكت؟ شكون اللي عندها ان افي ديناميك اللي كيحرك، ان افي ستاتيك يعني اللي كي ستاتيك يعني تيتبت، اي تون اكسيون ا ديستانس. اذا غادي نحدو كل اكسيون شنو هما المميزات ديالها. كان بالنسبه للسوبور والعصا بجوج عندهم اون اكسيون دو كونتاكت، ما عندناش اكسيون ا ديستانس، بجوج اكسيون دو كونتاكت.
غير هو وحده عندها افي ديناميك وحده عندها افي ستاتيك. بالنسبه للسيبور كان مثبتها ومخليها اون ايكيليبر، اذا عندها افي ستاتيك. اما بالنسبه لهذيك العصا راه حركتها، اذا عندها افي ديناميك. موفمون دون بال دو غولف، اذا دابا غندوزو الحركه. لو بال دو غولف رول اون لين دووات انتر لي بوين بي اي سي à une vitesse constante, à une vitesse constante v que ça oui juge mètres par seconde. Ça fait une BC radiée pour cette vitesse habituelle il y a juge mètres par seconde. Complétez la phrase suivante par les mots qui conviennent. Il y a un indice relatif, repos, référentiel, trajectoire, mouvement. On retrouve seulement les kilomètres municipaux. L'état 2 ou l'état 2, il y a quand même les deux états. L'état 2 mouvement, de la حركة ou soukoun mouvement. Il y a un تعريف هذا راح نشوفناه. Ou l'état 2 repos. De la balle, du pont de ménage, de le référentiel. Référentiel, un d'alakabl jism al marji. Convertir la valeur de la vitesse V en kilomètres par heure. Le marji, tu comme le réatokum, diro t'houil. Idem t'houil ben nisba, men le mètre par seconde, kilomètres par heure, quand drof t'la tafasila sa, ou l'ex, quand t'sam l'a tafasila sa. Idem n'aradin k'tel, V n'aya j'hel k'tsawi. V k'tsawi 2 mètres par سكوند غادي نضربها قلنا في 3.6 غادي تعطيني 7.2 كيلومتر باغ. كالي لا ناتور دو موفمون دو لا بال دو غولف انتر بي اي سي جوستيفي لا ريبونس. يعني تما واش عندي موفمون يعني غالونتي ولا اكسيليري ولا عندي موفمون يونيفورم. اذا تما عندي واحد الموفمون اللي هو اوني فورم. علاش؟ لان لا فيتيس اي كونستانت، لان لا فيتيس اي constante. Alors c'est un mouvement uniforme car la vitesse est constante. Constante. Galouhalina floule. Calculer la durée t de déplacement de la balle entre B et C. Et donc là, on dit la distance, on dit la vitesse. عندي هنا بالمتر هنا بالمتر بار سكوند، إذا عندي الوحدات متوافقة ما عندي ما نحول، وغادي نلقى دابا تي، صافي غادي نلقى لو طون غيخرج ليا بالسكوند، إذا أون أو لا أون سي كو هذا في كتساوي تي على تي، ألوغ تي شنو كتساوي؟ تي ديفيزي بار في، لا ديستونس عندي هي 1.5، غادي نقسمها على جوج غتعطيني 0.75 سكوند. إذا بكل بساطة غندوزو البارتي التانية ديال الإلكتريسيتي. لا بلاك سينياليتيك دان كويسور فابور، هذا اللي كيطيب البخار، مالو بورت لي زانديكاسيون 220 فولت 1 كيلو وات. مزيان. غوليي لي غوندوغ ألوغ يونيتي، كل غوندوغ غنعطيها لونيتي ديالها. لينيرجي إلكتريك، بويسونس إلكتريك. إذا لينيرجي إلكتريك في الوحدة العالمية ديالها، إذا عندي الجول وعندي حتى الكيلواتور في أولا الواتور. بالنسبة لبويسونس إلكتريك راه عندنا الوات، صافي. إذا هادو بجوج ممكن نخدم بيهم. غادي نكملو كو روبريزونت إلا لكانو قاصدين يعني بالضبط هنايا. أما بالنسبه للبويسونس اذا فهي الوات، وهنايا لينيرجي الكتريك راهم بجوج صراحه صحاح. كو ريبريزونت لي زانديكاسيون انسكريت سور لا بلاك سينياليتيك، اش كتعني 1 كيلووات واش كتعني 220 فولت. اذا بالنسبه لواحد كيلووات بطبيعه الحال راه كتعني البويسونس نومينال، صافي. وهذه الطونسيون الاخرى راها كتعني الطونسيون نومينال. اذا غادي نكتبو هنايا الوغ هنايا 1 كيلووات كتمثل لا بويسونس ولا انديك لا بويسونس électrique nominal ou 220 volts, et c'est la tension électrique nominale. Coché par X, la réponse correcte. L'énergie électrique consommée par le cuisseur vapeur. Mais là, باش كتعلق ديبون دو سا بويسونس اي دو سا دوري ديتيليزاسيون. اذا عندها علاقه بالبويسونس ديالو والمده ديال الاستعمال، ولا نو ديبون كو دو سا بويسونس، عندها علاقه غير بالبويسونس، ولا نو ديبون كو دو سا دوري، يعني كتعلق غير بالمده الزمنيه اللي خدمناه. اذا من طبيعه الحال لا بويسونس بي هذا او كتساوي بي في تي، اذا عندها علاقه لينيرجي الكتريك كونسومي عندها علاقه بالبويسونس والدوري في نفس الوقت. Calculer l'énergie électrique E consommée par le cuisseur vapeur pendant 15 minutes de son fonctionnement en joules ou watts
ساعة. إذا هنا خصني نكون عاوتاني كنعرف ندير التحويل. إذا أون عندنا شنو؟ عندنا أو قلنا كتساوي بي في تي. إي تي شحال كتساوي؟ كتساوي 15 مينوت اللي هي شحال؟ ربع ساعة اللي هي 0.25 ساعة، لأنني خصني نخدم بالساعة. ألوغ أو إيكال بي هي شحال؟ هي 1000 وات، واحد كيلو وات راه هي 1000 وات. فاش؟ في 0.25 ساعة بطبيعة الحال، اللي هي غتعطيني 2500 وات ساعة، اللي هي غنضربها في 3600 غتعطيني 900000 جول باش نحول الجول. كالكولي لانتونسيتي اي دو كورون إلكتريك كي ترافيرس لو كويسور فابور لوغ دو سون فونكسيونمون. إذا بغينا نحسبو لانتونسيتي اي، إذا بطبيعة الحال عندنا بي، إذا ساهلة وعندي او ساهلة باش نحسب الإي. إذا أون ولا أون سي كو بي إيكال او فوا اي. الوغ اي هي شنو؟ بي ديفيزي باغ او. اذا هي شحال؟ هي 1000 اللي عندي في البويسونس ديفيزي باغ 220 اللي هي تعطيني 4.54 امبير. En appliquant la loi d'Ohm, calculez la résistance R du cuisseur vapeur considéré comme conducteur ohmique. اذا بغينا نحسبوا R. اذا عندنا القاعدة on sait que U égale à R fois I. Alors, la résistance R, اش كتساوي؟ كتساوي U divisé par I. Alors, ou là donc R, شحال كتساوي؟ 220 غنقسموها على 4.54 غتعطينا تقريبا 48.45 اوم. اذا هذا هو الجواب. اذا غندوزو للبارتي الاخرى، هذا اخر ورقه. اذا كنلاحظوا ان الامتحان صراحه في المتناول. اون غوت او كوليج دو زيليف اون اوبسيرفي كون بيير ايت اون ايكيليبر سور لا بين انكليني دان كاميون او روبو. اون رونترون ا لا كلاس ايل ديسيد ديتوديي ليكيليبر دون بيير. اذا الدراري كانوا غادي للكوليج وشافوا واحد الحجره بحال كمحطوطه فوق هذا الكاميون هذه، وهي في حاله ديال ليكيليبر يعني في حاله التوازن، وبغاو يدرسوا هذه الحجره هذه. لانتونسيتي دو بوا دو لا بيير هي بي كتساوي 400 نيوتن. ان سوليد اي Un solide sur un plan incliné est soumis à l'action de deux forces. Il y a une force P, il y a le poids, ou force R, exercée par le plan incliné. Voici les représentations de P et R sans échelle proposées par les élèves. Et les élèves déroulent une représentation de la force P ou R sur ce surface incliné, de la planète ou de l'échelle. Il y a une échelle. Rappelez la condition d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Et on va rappeler les conditions chaudes du corps. يعني في توازن خاضع لقوتين. alors un corps est en équilibre. إذا واحد الجسم في توازن بطبيعة الحال. un corps est en équilibre si les deux forces un corps est en équilibre مزيان si. إذا عندي تما واحد الكونديسيون si les deux forces si les deux forces. إذا القوى بجوج مالهم appliquées sur ce corps المطبقة على هذا الجسم. appliquées sur ce corps شنو خاص يكون عندهم؟ بطبيعة الحال يكون عندهم même intensité نفس الشدة، même يعني direction خاص يكون عندهم نفس الديريكسيون، ولكن لي سونس يكونوا اوبوزي يعني واحد الفوق وواحد لتحت. اذا هنايا باش خصنا نعرفوا شكون هو التمثيل اللي صحيح. سور سو كور اون لا ميم انتونسيتي اون لا ميم انتونسيتي لا ميم ديريكسيون لا ميم ديريكسيون et deux sens opposés. Et donc, il y a la condition de l'équilibre. Indiquez l'erreur commise par les deux élèves dans chaque figure. Et donc, il y a l'erreur qui est dans chaque figure. Qu'est-ce que c'est l'erreur qui est dans chaque figure? Il y a la droite, c'est la même direction. ولكن P بادية غنشوفو هنايا الخطأ اللي دار. إذن P هنايا بادية من جي لتحت، هنايا عندي R فوق. هادي بعدا
الخطا اللي دار هنا راه واضح، هذا مش درجه. هنايا بي راه كتجي من جي فيغ لو با، ما غاديش انكلين، صافي ما غاديش تجي انكليني، خاصها تجي من جي فيغ لو با الارض، والاخرى خاص يكون عندها نفس لو سونس طالع الفوق. اذا هنايا عندنا الخطا بالنسبه لبي، هنايا بي فيغ لو با، ولكن هنايا ما عندهمش نفس لا دغوات داكسيون، صافي ما غاديينش كل وحده عندها دغوات، ماشي ما عندهمش الميم دغوات. هنايا الخطا اللي وقع هنايا، اذا اما كما قلنا غنقولوا ان لو فيكتور يعني ديال لو بوا ني با فيرتيكال، اولا ممكن نقول ان لا دغوات لا دغوات داكسيون de la force du poids n'est pas verticale. ماشي عمودية مع الأرض. إذا نكتب la ligne d'action أو la droite d'action de la force P n'est pas verticale. خاصها تكون verticale. Erreur commise dans la figure B. هنايا قلنا ان الجسم الي اون هذا اون ايكيليبر، اذا خاص يكون لي دو فورس خاص يكون عندهم لا ميم يعني لا ميم دوات داكسيون او دو سونس اوبوزي. اذا هنايا لي دو فورس بي و ار نون با لا ميم ديريكسيون، صافي لي دو فورس بي اي ار نون با نون pas la même direction. Direction de sur la figure suivante, représenter correctement les deux forces P et R pour que la pierre soit en équilibre. On dit l'échelle où la 1 cm est 100 newton. Et donc, on a 400 newton. Et donc, 400 newton, ça va donner 4 سنتيمتر، صافي وقال كل مربع هو سنتيمتر. اذا هذه خصها تجي فيرتيكال، واحد جوج ثلاثة أربعة بحال هكا، والأخرى من والأخرى خصها تجي من ما عطيناش هما دابا هاد الأر، إذا خصها تبدا من هنا، المهم خصها تجي معاه بحال هكا من هنا، إذا خصها تبدا من هنا من السطح، صافي وغادي نطلع أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة. إذا هادي لا فورس إر وهادي لا فورس بي، وخاص يكون عندهم نفس لا دغوات. لا بغيت نرسم لا دغوات هنايا داكسيون باش نبين ان عندهم يعني لا ميم دغوات داكسيون ممكن، صافي. اذا هذه باديه من هنا وهذه باديه من جي بطبيعه الحال فيها اربعه، صافي من هنا واحد جوج ثلاثه اربعه، والاخرى باديه من هنا تقريبا من هنا، اذا واحد جوج ثلاثه اربعه عندهم نفس الانتونسيتي اربعه اربعه. اذا كان هذا هو هذا كان هذا هو النموذج، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه. التوفيق والى اللقاء.